من جانبها حيت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي المتظاهرين الإيرانيين وأكدت أن صوتهم يعكس صوت الشعب الإيراني ضد حكم نظام الولي الفقيه. وأشارت رجوي إلى أن ما يحل بالاقتصاد الإيراني من تدهور مستمر هو نتيجة مباشرة لفساد النظام، حيث أصبحت العملة الإيرانية أقل عملة في العالم. وأضافت رجوي أن الاحتجاجات العارمة اشتعلت بسبب تبديد النظام لثروات الشعب وعوائد إيران لتأمين نفقات حروب الوكالة في المنطقة. وأكدت رجوي أن الأزمة الحالية تأتي نتيجة استحواذ النظام على القسم الأكبر من اقتصاد البلاد، بحيث لم يتبقى مجال لتجار البلد، وأصبح السوق حكرا على الشركات المملوكة للحرس الثوري.